للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا بك معنا. دعنا بداية نبدأ من الين، يعني الين في من بعد وتيرة قوية من التراجع في جلسة اليوم عند أعلى مستوياته في حوالي 6 أسابيع، توقعات تشير إلى تدخل من قبل السلطات اليابانية. برأيك هل تدخلت السلطات في سوق الصرف؟ أعتقد بلا شك نعم، كان هناك تدخلات واضحة، وهذه التدخلات مردها يعني عدم رغبة البنك المركزي الياباني باستقرار أسعار الصرف في الين الياباني عند هذا الانخفاض أمام الدولار الأمريكي. ومن خلال التاريخ السابق للتدخلات السابقة نعلم تماما ماهية وآلية التدخل، ربما كان مختلف التكتيك في هذه المرة لأنه كان التدخل في وقت كان أصلا عم يتراجع الين الدولار الأمريكي أمام الين الياباني. في المرات السابقة كنا نشوف الزوج دولار ين بارتفاعات حادة ومن ثم يكون التدخلات هي السبب الرئيسي بالتراجعات، لكن اللي حدث هذه المرة مختلف بعض الشيء، كان الدولار الأمريكي أصلا نسبيا عم يتراجع أمام الين ومن ثم جاء التدخل بشكل عنيف وواضح وشفنا التراجعات الحادة. طبعا هذه الانترفنشنز أو التدخلات من البنك المركزي الياباني نعلم تماما أنه هي غير كافية حقيقة، شفنا تدخلات سابقة ومن ثم عاد الزوج للارتفاع بشكل كبير جدا، أي أن الين ينخفض مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي، والسبب في ذلك هو ابتعاد السياسات النقدية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بشكل كبير جدا، والفروقات في أسعار الفائدة الكبيرة التي نشهدها ربما مع توجه الفدرالي الأمريكي نحو تقليصات أكبر في أسعار الفائدة أو بدأ التقليص في أسعار الفائدة، قد نشهد هدوء نسبي لهذا الزوج ربما اتجاه منحنى هابط أكثر بالفترة القادمة. وربما هذا السبب يعني تكثيف تدخلات البنك المركزي الياباني في هذا الوقت، لأنه بدأنا نشوف تقييمات أكبر لتقليص أسعار الفائدة ربما في شهر سبتمبر قد يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي استغلال وسيز أو استغلال خلينا نقول التراجع ودفع هذا الزوج ربما لمستويات أدنى، ولكن نعلم تماما أنه التذبذب والتقلبات كبيرة جدا على هذا الزوج وربما يعود سريعا إلى مستويات أعلى إذا ما تم توقف هذه التدخلات في الوقت الحالي. شكرا على هذا التوضيح رائد. دعنا نتحول بالحديث قليلا عن وول ستريت. بطبع يعني على الرغم من أنه منذ مطلع هذا العام هناك رالي قوي جدا على أسهم قطاع التكنولوجيا، في الجلسات القليلة الماضية عم نشهد سلوف على هذه الأسهم، يعني هو روتيشن بشكل عام بالسوق من الـ يعني ميجا كاب تكنولوجي ستوكس نحو السمول كاب ستوكس. كيف نفسر هذا السلوف، وهل هو يعني temporary، يعني هل سنعود لنرى مكاسب على هذه الأسهم؟ يعني بشكل كبير جدا هو مؤقت، نعم ربما نشهد مرة أخرى عودة الارتفاعات وبشكل قوي. العملية كانت عملية أولا في مطلع الأمر هي عمليات جني أرباح، هذا مثل ما تفضلتي شهدت ارتفاعات كبيرة ومن ثم عملية ريزيرف للأرباح أو احتفاظ بالأرباح واللوكل بروفيت، هذا بيكون من خلال عمليات البيع وجني الأرباح. في نفس الوقت نحن في عنا بعض التصريحات التي نوعا ما أثارت القلق وحفيظت المستثمرين بما يتعلق بقطاع التكنولوجيا، اولا مخاوف من ان يكون في عندنا ريستريكشنز على التريد المرتبطه او قيود على التجاره المرتبطه بالاشباه الموصلات، وكذلك الامر ترامب لما صرح بانه تايوان عليها ان تدفع لي انه ندافع عنها. اعتقد هذا الامر ومخاوف التجاره التي قد تاتي مجددا مع دخول ترامب للرئاسه او احتماليه هذا الدخول انه يكون في عندنا العلاقات التجاريه الصينيه الأمريكية ما تحت التوتر مرة أخرى، فبالتالي كان هناك عملية تفضيل للمستثمرين للريسك أوف على التكنولوجي سيكتر والخروج من أو التخرجات وجني الأرباح من هذا القطاع، والتوجه نحو سمول والميديوم كاب كومبانيز من الراسل 2000 شفنا عم يحقق بعض الارتفاعات على مدى 3 أيام الماضية 2% 3%، ولكن إذا بدنا نقارنها مع التراجعات اللي حدثت في التكنولوجي فبنشوف فيديا خسرت 8% بيوم واحد، فعمل
تماماً. الضغط عم بيكون على عملية إعادة تموضع في السوق، في مثل ما تفضلتي روتيشن عم بيكون موجود عندي حالياً، ومن ثم عودة، لأنه المؤثرات الأساسية والهايب والطفرة في الذكاء الاصطناعي لا تزال هي القائدة في الأسواق حالياً. طب كذلك يعني غير الأسهم قطاع التك، نلاحظ كذلك ربما عمليات جني أرباح كبيرة على أسهم الرقائق المايكرو تشيبس انفيديا، ASML وغير ذلك من الأسهم، كذلك هذه تدخل ضمن نطاق التصحيح فقط أو أنه ربما يعني نشهد ترند هبوطي في الجلسات المقبلة كذلك؟ هذه القطاع مرتبط أكثر بالمتغيرات السياسية اللي ممكن تشهدها الفترة القادمة، لأنه نحن عم نشوف عملية مخاوف كبيرة على هذا القطاع في الفترة القادمة، وهو المغذي الرئيسي نعلم تماما لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأنه هي المانيفاكتشرينج الخاص بالتشيبس والرقاقات الإلكترونية. بالتالي مع وجود تغيرات كبيرة بالمشهد السياسي في الفترة القادمة وتوعدات إدارة بايدن بأنه يكون في عندنا ريستريكشنز على سيمي كوندكتر، وبنفس الوقت ترامب والتصريحات اللي عم نقولها، هذا الأمر ممكن يضع هذه القطاعات أو هذه الأسهم على وجه التحديد تحت ضغط ربما يمتد لفترة طويلة. ولكن نرجع بنقول الجو العام الإيجابي، تقليصات أسعار الفائدة، التسهيل في السياسة النقدية ربما يساهم بالدعم مرة أخرى بالاتجاه الصاعد. لهيك شفنا الداو مثلا عم يرتفع، بينما عم بيكون في عندي تراجع بشكل واضح على اليوتي 100 أو على الناسداك تحديداً. نحن عم نحاول نشوفه هون مخاوف من التغير المشهد السياسي في الفترة القادمة، وربما يضغط ذلك لفترة ممتدة حتى نوفمبر حقيقة، مع وجود فرص أخرى للمستثمرين يمكن أن يدخلوا فيها في الفترة القالية دون أن يكون هناك مخاطرة كبيرة. فممكن نشهد بعض التراجعات أكثر على هذه الأسهم على وجه التحديد اللي ذكرتيه. جزيل الشكر لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في Equity Group.